برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان او بالخارج عبر مريم تي في. رجعنا معكم اليوم بحلقة جديدة من البيت تنحكي هالمرة عن القطاع الصناعي وعن التحديات اللي عم بيواجهها القطاع ان كان بسبب ارتفاع الدولار واللي عم بيؤدي لارتفاع بمعظم اسعار المواد الاولية او ان كان بسبب الاقفال العام اللي عم نقطع فيه واللي سببه فيروس كورونا. وتنحكي أكثر عن القطاع الصناعي بشكل عام وتحديداً عن تجمع صناعيي البكاء رح يكون معنا نقيب هذا التجمع السيد نيكولا أبو فيصل. بدي رحب فيك نقيب وأشكرك لحضورك معنا اليوم. بالبداية نقيب خبرنا أكثر عن الصناعات اللي بتنتجها منطقة البقاع. أول شيء بدي أشكركم على الاستضافة، بدي أشكر أستاذ معلولي، بدي أشكرك مدام ريان، لأنه حقيقة نحن هيدي الشاشة محببة إلى قلبنا. مريم تي في وجميع قنوات نور سات وتيلي ليميار والأخ نور تحديدا له مكان كبير عنا. وجودنا اليوم عبر هالشاشة يفرح قلبي كثيرا، ولكل الصناعيين نحن منقول من خلال شاشتكم لبنان إن شاء الله بيكون بألف خير يا رب ويتعافى من أزماته. وشكرا للاستضافة. أكثر من 800 مصنع موجودين بمنطقة البقاع، كل أنواع الصناعات متواجدة، إنما الطاغي هو الصناعات الغذائية وفود أند بيفرج، يعني مصانع الإمبيد ومصانع الأجبان والألبان، مصانع المخللات، مصانع الكونسيرفا، كل هيدي المصانع التشيبس والكورن فليكس والبيرة، إضافة لصناعات جديدة قادمة لمنطقة البقاع. حضرة النقيب خبرنا أكثر عن تجمع صناعيي البكاء والأعمال اللي عم بيقوم فيها هالتجمع لدعم الصناعة بلبنان وبمنطقة البقاع تحديدا. تجمع الصناعيين بالبقاع قائم من سنة 1970 بهمة مجموعة من كبار الصناعيين اللبنانيين اللي كانوا بمنطقة البقاع. بتذكر أنا العديد منهم أمنا بتكريمهم، وفي حظنا قليل أنه البعض منهم الباقي ما لحقناهم أحياء من بعد ما استلمنا تجمع الصناعيين اللي هو من أنشط التجمعات الصناعية الموجودة بلبنان بهمة المنتسبين له الأعضاء الفاعلين. ولأنه حقيقة منطقة البقاع تشكل بحد ذاتها قضية، في عندها حرمان كبير، في عندها نقص بالخدمات والمتابعة من قبل الإدارة المركزية اللي موجودة بالعاصمة. من هون نحن نعول دور على التجمعات الصناعية الموجودة بالمناطق إنها تشتغل أكثر وتعطي قوة أكثر لتنمي منطقتها، لأنه أهل الدار أدرى بمن فيه. هلأ شو عمل تجمع الصناعيين للصناعيين بالبقاع؟ هني بيجاوبوا مش أنا، إنما بالمبدأ اللي قدرنا عملناه إنه صار في محبة بين الصناعيين، خفت التنافسية بيناتهم، انحلت بعض المشاكل العالقة والخلافات، هيدي مهمة، صار في عندهم شغل بين بعضهم، صار في رابط بين بعضهم، صار في متابعة لقضاياهم، صار عندهم صوت بالبرلمان اللبناني من خلال مشاريع واقتراحات قوانين تقدم فيها نواب، كتلة نواب لبنان القوي وكتلة نواب لبنان الجمهورية القوية، لا تعديل بعض المشاكل اللي هي الضريبة على القيمة المضافة اللي عم يدفعها المواطن على السلع الغذائية المنتجة في لبنان، كمان على إعفاءات ضريبية لخمس سنوات بسبب الفشل الموجود بالإدارة المالية والاقتصادية للبلد. وهون الصناعي يفترض يكمل ويفترض انه ينحمى، نحن ما عم نطلب دعم، نحن عم نطلب حماية. حضرة النقيب شو الدور اللي عم تلعبه المصانع بالبقاع لمساعدة ودعم المزارعين لتصريف انتاجهم؟ اكيد في دور كبير للمصانع اللبنانية بتثبيت المزارعين بأرضهم
والرابط اللي عم يصير حاليا بين المزارع والمصانع اللي بتتعاطى الصناعات الغذائية بانه كل الانتاج الزراعي عم ينعمل له رزنامة حتى ما يصير في هدر للمحاصيل. اللي كان عم يوقع فيه المزارع كان ما عم يلتزم برزنامة زراعية او بعقود مع الصناعيين. البعض منهم جاوب مع طرح تجمع الصناعيين ومع مجموعة من الصناعيين اللي كان الراعي لهم هو الوكيل الأمريكي للتنمية الريفية، عملوا لينك بين المزارع والصناعي وربطوا المصانع اللبنانية بمجموعة من المزارعين. على سبيل المثال نحن عنا عدد كبير من المزارعين حصرا انتاجهم كله بيجي على مصانعنا. حضرة النقيب، هل عم يتأثر القطاع الصناعي مثله مثل كل القطاعات بسبب الإقفال العام اللي عم نقطع فيه واللي ناتج عن فيروس كورونا؟ وأيضا هل أنتوا عم تتأثروا كمصانع بالبقاع بسبب هالإقفال العام؟ بموجب الإجراءات اللي اتخذت بسبب جائحة كورونا، أكيد التعاطي بدنا نكون صادقين مع حالنا ونعمل مراجعة كاملة وشفافة لطريقة التعاطي بالفترة الأخيرة. خلينا نحدد بالإغلاق التام اللي انفرض على كل القطاعات الإنتاجية في لبنان ومن بيناتها الصناعة، واللي هي ما في دولة بالعالم أقفلت مصانعها بأشد الأزمات اللي مرقت فيها إلا عنا بلبنان. التأثير كبير، يضاف له مشاكل كثيرة عنا كصناعيين بالحصول على مستندات تتعلق بالتصدير، بإجازات للتصدير المفروضة واللي أنا برأيي وأكرر إنه هاي بتنعمل أونلاين من مكاتبنا بدل ما نضل حاملين ورقنا وعم نبرم فيها بالوزارات، لأنه عرقلة التصدير بهيدي المرحلة تشكل ضربة كبيرة للصناعة اللبنانية اللي نحن بحاجة مثل ما بيقولوا لدولار من غيمي، بحاجة لدولار فريش لننمي نحن مواد، لنشتري مواد أولية ولنحافظ على وجودنا ولنحافظ على وجود عمالنا بالمصانع اللي للأسف عم تتراجع همة الصناعي، رغم انه هلأ هي فرصة ذهبية للصناعة لتعمل ريبليسمنت للبضاعة المستوردة من الخارج، خاصة انه نزل عنا فاتورة الاستيراد ما يقارب 50%. يعني لبنان كان استيراده ما يقارب 17 مليار المعلن دفتريا، غير اللي كان عم يفوت عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية بدون جمرك. خلينا نقول انه نزل 50%، وبالتالي نحن بنطمح بالوقت ذاته انه يصير في عنا تعادل بالميزان التجاري خلال السنوات القادمة اذا الله راد. حضرة النقيب، هل عملية التصدير للخارج عم تتأثر ايضا بشكل سلبي بسبب الاقفال العام، وبالتالي عم تتكبدوا كمصانع خسائر كبيرة؟ بدأ تأثير الاقفال اللي موجود حاليا بسبب جائحة كورونا على التصدير كتير كبير. من هون الحكومة اللبنانية ما انتبهوا لهالموضوع، ولما جمعية الصناعيين حكيون انه نحن عم نخسر اسواقنا العالمية، كان جواب رئيس الحكومة واضح: بلدنا رخيص، بكرة بتستعيدوها باي وقت. انا ما بوافق الرأي، مع انه انا بقدر وبحترم كتير الكفاءة العلمية اللي تعاطوا فيها ببداية الازمة الفريق الوزاري اللي عم بيتابع ملف الكورونا، انما اخطأوا بالمرة الاخيرة بانه شملوا الصناعة حتى الزراعة بالاقفال، وهيدا شيء ولا دولة بالعالم عملته. اكيد خسرت الصناعة اللبنانية كتير بسبب الاقفال، لانه القليل من المصانع الغذائية اللي قدرت تشتغل بدون ما يكون في متممات
الغذاء والتغليف والباكجين كله بده يكون فاتح معها. لهلا بعد مصانع التغليف ما فتحت، طيب كيف بيقدر الصناعي يصدر مبيد بدون اتيكات بدون كرتون؟ ما بعرف قدي هيدا الموضوع نحن قادرين نعمل له حل، ما بعرف شو هو الحل، انما اللي مبين علينا نحن كصناعيين انه خسرنا اسواق برا، كمان اقتصادنا ما كان وضعه منيح، كمان عنا مواسم لقدام نحن رايحين عليها، عيد الفطر بالشهر القادم، الصناعيين عندهم التزامات. هلا في البعض ما ارتبط بالقوانين وما تأيد وفتح، وهيدا ما بتلومه لانه بالاخر ما عنده دولة تحميه وما عنده حدا يدفع له معاشات موظفينه. حضرة النقيب، هل برأيكم الدولة اللبنانية عم تلعب دورها بشكل صحيح بدعم الصناعة والصناعيين بلبنان؟ الدولة اللبنانية ما عم تقوم بواجبها كتير منيح بحماية او دعم الصناعة اللبنانية، وكأنه القرار متاخد من 30 سنة لليوم هو ضرب الصناعة. رومه كله الصناعيين خسروا ما يقارب 5000 مصنع، اليوم لا يزال يعمل بالجمهورية اللبنانية فقط 5500 مصنع، والبقوي هاجروا أو أفلسوا أو نقلوا على غير مطرح، قرروا في البعض منهم يستثمروا ببلاد عربية أو في غير مطارح. أنا ما بوافقهم الرأي، يمكن الأيام تثبت مين اللي معه حق. نحن بقينا بهاي الأرض ورح نبقى، ومش تدعي الدولة اللبنانية ولا نهار دعمت الصناعة، إنما نعول على بعض وزراء أوادم إجوا على الدولة اللبنانية اشتغلوا من قلبهم، مدراء عامين عندهم ضمير عم بيواظبوا بوزاراتهم بيساندوا بيتابعوا، في تواصل شبه يومي مع الصناعيين، الملحقين الاقتصاديين التابعين لوزارة الخارجية اللبنانية كمان بمواكبة تامة وشاملة لكل الصناعيين ولمشاكلهم ولخلق فرص جديدة، وأملنا كبير بأنه الملحقين يعملوا فرق بالميزان التجاري وبتحسين الصادرات اللبنانية إلى العالم. حضرة النقيب، خبرنا أكثر عن التحديات اللي عم تواجهوها كصناعيين وكمصانع بمنطقة البقاع، وأنتو لشو أكثر شيء بحاجة هلأ؟ التحديات اللي بتواجه الصناعة اللبنانية كصناعيين نحن بالبقاع أو بغير مناطق، إنما نحن عنا معاناة أكثر من غيرنا بموضوع الإهمال اللي موجود لمناطق الأطراف. الدولة اللبنانية ولا مرة اهتمت بالأطراف، هيدي شغلة يفترض إعادة النظر فيها. عنا كان مشاكل كتير كبيرة بموضوع تلوث نهر الليطاني وإلقاء المسؤولية ورفع دعاوى جزائية على الصناعيين وتغريمهم بموضوع تلوث نهر الليطاني، واللي الحمد لله خلصنا من هيدا الموضوع، وكان في للدكتور سامي علوية دور كتير كبير بهالموضوع وإيجابية بالتعاطي مع الصناعيين بسبب المشاكل اللي كانت عم تصير بين المراقبين وبين الصناعيين على الأرض. وهون أنا بدي ألفت دايما إنه ما نحكم على الأشخاص من بعيد وما نرمي تهم، للأسف عم بيصير في أوقات أشخاص على الأرض موجودين من قوى أمنية أو مراقبين للوزارات تسيء إلى الإدارة تبعهم. بدي أقول الصناعة اللبنانية عنا أمل كتير كبير إنه ننهض فيها، ما ننطر دعم من الدولة، المبادرة الفردية اللي بلشنا فيها هي حتكمل وهي حتستمر، والمستقبل للصناعة ويليها الزراعة، وبعدين لما بيجي قطاع الخدمات يجي يكون حاضر نحن منكون موجودين حده كمان. حضرة النقيب، شو بتحب توجه كلمة أخيرة لكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا اليوم؟ سافر ما تهاجر، هيدا وطنك. لكل واحد عم بيشوفني الليلة بدي أقول له هيدي البلاد بلادك، لبنان منه أوتيل، كلنا سافرنا ورحنا وجينا، عم نلتقي بكتير لبنانية بالاغتراب، وهلأ كتير منهم عم بيشوفونا وبيعرفوا عن شو عم بحكي.
الحنين الى الوطن، العيشة اللي انت اليوم عم تعيشها في لبنان هي الهدف تبع انه يقرفوك بالبلد، يكرهوك بالبلد حتى تفل، ليعملوا ريبليسمنت لإلك بهيدا المكان ليقعد حدا تاني محلك. هون دورنا انه نقاوم ونصمد، يكون عنا ايمان بالله انه أزمة وبتقطع ولبنان لا يموت. مشاهدينا، بظل تغيب الدولة للأسف عن تحمل مسؤولياتها، خلينا نحن ندعم بعض. صناعتنا هويتنا، اشتروا لبناني وتسوقوا لبناني تتدعموا المصانع اللبنانية والصناعيين، وبالتالي تنرفع اسم بلدنا بالخارج من خلال انتاجنا. نحن وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، منكون معكم بحلقة جديدة من البيت من هلأ لوقتها. ما تنسوا تتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ضلوا بخير، اشتروا لبناني.